مبدئيا ما عملتش كل حاجه. البروتين هو بتعاطى بروتين، لازم افضل اصدم جسمي، افضل اصدمه في كل حاجه، والبروتين اصلا بيتعب لي بطني وبكره طعمه وبيسد نفسي، عايز عضلاتي منفوشه منفوخه سحبه ميه وكارب كده وواقفه. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم سام سموي. حلقه النهارده عن يا كوتش عملت كل حاجه مش بزيد، مش عارف ازيد عضلات، عمال اعمل كل حاجه جسمي واقف وزني ثابت مش بزيد. طيب مبدئيا ما عملتش كل حاجه، دي اول كذبه انت كذبتها في الحياه. ازاي عملت كل حاجة؟ طب لو اقول لك حاجه، انت عملت كل حاجه صح؟ جاي لي ليه؟ انت خلاص عملت كل حاجه، ايه الفكره يعني؟ انا هقول لك حاجه جديده ما اتعملتش في الحياه. ازاي ما انت عملت كل حاجه؟ يبقى اول حاجه تعترف ان انت ما عملتش كل حاجه، دي اول حاجه لازم تتقبل انه في زياده تتعمل. طول ما انت مقتنع ان انا بعمل اللي عليا وعملت كل المطلوب ومفيش نتيجه، خلاص يبقى انت خلاص، يبقى انت بتقول اهو انا عملت كل اللي لازم اعمله مفيش نتيجه، خلاص استسلم، روح بطل اللعبه، وقف. مستعد تتعلم وتكتشف طرق جديده وتطور من نفسك؟ ماشي. طيب اول حاجه، اسلوب تمرينك غيرته ولا لا؟ غيرته ازاي؟ غيرت التكرار ولا غيرت الاوزان ولا غيرت العضلات اللي هتلعبها مع بعض؟ غيرت كل حاجه فيهم؟ لا. حلو، يبقى تعالى، انت بتزيد، فانا توقعاتي ان انت بتشيل وزن تقيل صح وتكرار قليل، يعني مثلا في رينج 10 وزن تقيل صح. حلو، تعالى نعمل 20 وزن متوسط. ازاي يا كوتش ما انا ببالك؟ انت مش قلت لي عايز تجرب كل حاجه لحد ما تشوف ايه اللي هيمشي معاك؟ الكلام ده في ناس محترفه يعني تطورت بالاسلوب ده، يعني فليكس لويس مثلا رجله ما كبرتش الا بالتكرار العالي جدا، ما جاتش اصلا باوزان تقيله اصلا، فاهم؟ فذير از نو رولز ان بادي بيلدينج. نرجع نقول الموضوع ده تاني وتالت ورابع وعاشر، نو رولز ان بادي بيلدينج. حلو، يبقى تقبل انه ممكن اعمل حاجه مختلفه تماما. ده بالنسبه للتمرين، بلعب بوش بول ليج، فبلعب كل عضلة مرتين في الأسبوع. ليه؟ عشان بتفرج على فيديوهات وما شاء الله في أبطال بيشيلوا أوزان تقيلة جدا وأوزان كبيرة جدا، وعايز أعمل زيهم عشان عايز أبقى زي روني كولمان. طيب عايز تبقى زي روني كولمان، هل أكلك زي روني كولمان؟ هل هرموناتك زي روني كولمان؟ هل يومك زي روني كولمان؟ هل نومك زي روني كولمان؟ لا، بحب أتفرج على تمارين روني كولمان، ولكن الراجل مشلول دلوقتي يعني، فبرضه مش اي حاجه نشوفها نعملها. دي نقطه. تاني نقطه اقول لك حاجه، ما تغيرش اي حاجه غير تيمبو. هتقول لي يعني ايه تيمبو؟ هقول لك سكويز 2 سكندز في كل حاجه. لعبت باي، سكويز 1 2 بعدين انزل تاني، لعبت ظهر سكويز 1 2 وارجع تاني. كل ورد بشوكه معروف، اوعى تتغش. طيب ده موضوع التمرين، ممكن العب في التيمبو. تيمبو والله هنزل في ثلاث عدات واطلع في عده، هسلو نيجاتيف الشهر ده كله سلو نيجاتيف وهكذا، فده في التمرين. هتيجي تقول لي بلعب بوش بول ليج، بوش بول ليج اوف، يبقى بلعب كل عضله مرتين. غلط، انت ناتشورال ولا بتاخد هرمون ولا بتاكل اكل كفايه؟ على اي اساس بتلعب كل عضله مرتين؟ مين قال لك انه ده حلو ليك انت؟ غلط يا كوتش، ما انا عشان ازيد بسرعه محتاج. لا لا لا، هي دي النقطه، انت في حته تانية، ما تقارنش نفسك بحد تاني. لازم مره في الاسبوع، وما اي دونت اوفر ترين كمان، يعني لو لعبت تمارين زياده ابقى فلات، لان انا اصلا اكلي ضعيف وانا طبيعتي رفيع، فبرجع لاصلي اللي هو صغير، فلازم افضل دايما افورس اني اكبر. ازاي؟ تمرين يبقى هاي فوليوم قاسي شويه، لازم يبقى فيه فيلير، ماسل فيلير، مش طويل ومش كتير، يعني مش مرتين ثلاثه في الاسبوع، مره واحده، وفي نفس الوقت معتدل. حلو، ده بالنسبه للتمرين. تعال بقى الاكل. الاكل نمبر 1 في البالكينج للاسف الشديد. يعني ايه؟ يعني لو غصبت نفسك تاكل وجبه زياده هتكبر. تخيل، هتقولي ازاي يا مان؟ طب
يعني ما انا كنت شغال وبتمرن وباكل وكل حاجه، الوجبه الزياده دي ازاي مش هتتحول فات؟ صح؟ يعني ده سؤال برضو انا عودتكم ايه نفكر دايما كومن سنس بالعقل. العضله يا باشا ليها ليميت للريكفري برضو، يعني هتديها جرام بروتين الليفه دي، الجرام ده هيتكسر هيصلح جزء من العضله مش كله، ولو صلح كل الفايبر ما صلحهاش 100% فما كبرتش قوي، فاهم؟ يو ريكفرد كل حاجه بس مش اللي انت عايزه، فاهم؟ عشان كده تسمع الكبار بيقول لك فورس فيدنج فورس فيدنج فورس فيدنج. امتى الفورس فيدنج ده بيبقى امن؟ لو باخد هرمون طبعا ممكن ازود اكلي غصب عني واضمن اني هزيد، لانه الهرمون بيمتص الغذاء اكتر في العضلات دي باختصار شديد، يعني عشان ما نخشش في التفاصيل. حلو. يبقى لو انا باخد هرمون دوس في الاكل، ما تخافش زود في الاكل بالذات لو انت عايز تزيد. طيب لو انا ناتشورال ركز في التمرين، ما تزودش في التمرين عشان انت مش هتعرف تريكفر زي اللي بياخد هرمون وزي اللي بياكل. تمام. تعالوا ناخد حاجه كمان، كارديو مثلا. يا كوتش بقول لك عايز ازيد تقول لي كارديو؟ يا برو محتاج كارديو، محتاج تعلي الميتابوليزم، محتاج تعلي الحرق عشان تجوع عشان تعرف تاكل اكتر فتبني عضلات اكتر. تمام معايا؟ بيعلي هرمونات معينه برضو الكارديو كميتابوليزم وهكذا. طيب بالنسبه للسبلمنتيشن، والله يا كوتش اخري 4 وجبات، هات لك بروتين شيك يبقى كده بقى 5 وجبات، وممكن اغصب نفسي واشرب واحده كمان يبقى 6 وجبات. فهو دايما في حل لكل حاجه، يعني كل زياده مش قادر اكل اشرب، مش قادر اشرب يبقى انت الصراحه بتدلع، يعني لو مش عارف تسد براخيرك تشرب. يعني انا بعملها والبروتين اصلا بيتعب لي بطني وبكره طعمه وبيسد نفسي وبحس اي دونت فيل جود، يعني اول مره اعرف يعني ايه اي دونت فيل جود، يعني مش حاسس ان انا كويس، فاهم؟ مش حاسس انا مبسوط، البروتين بيتعبني انا، فاهم؟ فللاسف لا انا عارف اكل ولا عارف اخد بروتين وحاجه نيله خالص. المهم دايما نلاقي حل، فالحل بقيت اعمل ان انا بتشيت شويه، باكل هاي كالوري فود بس كميه صغيره، فاهم؟ عشان ادخل جسمي كالوريز عاليه وكميه صغيره. ليه؟ انا عايز الى حد ما افضل مفول عضلاتي، مش بحاول اعمل عضلات جديده، فالبروتين مش فارق معايا قوي لان انا مش عمال اهتك في عضلاتي وابنيها، انا بروح ابامب 3 مرات في الاسبوع. فانا عايز جلايكوجين، عايز عضلاتي منفوشه منفوخه سحبه ميه وكارب كده وواقفه، فلازم اركز في الكاربز والشوجرز اكتر شويه من البروتين. فبرضو على حسب المرحله اللي انت فيها، انت بتبيلد ماسل يو نيد بروتين، فاهم؟ بتمينتين يو نيد مودريت بروتين، بروتين معتدل، وممكن تحتاج بروتين قليل لو انت بتحاول تنزل عضلات مش فات. دي نقطه تانية برضو. فما تقوليش جربت كل حاجة، ونصيحة جرب كل حاجة لوحدها، يعني خد أسبوع كده نلعب في الكارديو، نبدأ ندخل كارديو نشوف هيحصل معايا إيه، هنشف سن حلو بس أنا بحاول أبلك، جوعت فبقيت أكل أكتر فأوفرول كبرت، بيرفكت تمام، كارديو بسيط مش كارديو كتير، تعالى تمرين بلعب وزن تقيل قوي تكرار قليل إكس على طول، العكس تماما، تكرار عالي وزن متوسط، العب على انواع فايبر مختلفه، اعمل ديب تيشو مساج فاجبر العضله ان هي تسترتش وتتوسع والليجمنت من الاطراف اطراف العضلات لازم لازم، ما ينفعش افضل مكلبش مكلبش مكلب بتمرن بتمرن، لازم فول بودي مساج ويومين اوف. دي نقطه تانية، تاخد كام يوم اوف؟ يوم قليل، محتاج يومين اوف، يومين يا كوتش يا اقول لك حاجه، ممكن 3 ايام اوف، 4 ايام تمرين بس يس لو انت فيري هارد جينر والحرق عندك مليون. طيب نقطة تانية تالتة خالص، في الاكل نفسه اتمرن امتى؟ يوجولي عادة انا مش بيفرق معايا بعد اول وجبة وقبل اخر وجبة، عشان اكون ضمنت انه دخل لك وجبة وضمنت انه كلت بوست ورك اوت ميل. حلو. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ادخل 3 وجبات بعدين اتمرن، فاهم؟ مش اول وجبه واتمرن، لانه غالبا
اول وجبه واتمرن هحرقها بسرعه قوي، ولو طولت في التمرين شويه. طبعا انت لو شغال معايا انا بتحكم في كل حاجه، بس انت مش شغال معايا دلوقتي، انا بنصحك انت ليك، انت مش كلاينت معايا صح. فانت لو مثبت كل حاجه وبتاكل وجبه واحده وتتمرن وتمرينك طويل شويه، احتمال تحرق اللي كلته وتخش على العضله. فأأمن لو انت هارد جينر، احنا الحلقه دي كلها بنحاول نزيد، دخل وجبتين او ثلاثه، اتمرن ودخل وجبتين او ثلاثه، فحاول التمرين يبقى في النص، فاضمن مدي طاقه وباور حلو قبل التمرين، ومدي ريكفر وطاقه وباور حلو بعد التمرين. اذا تمارين، كارديو، اكل، سبلمنتس، بروتين، كرياتين، امينو، كل الحاجات دي بتساعد على الريكفري والزياده العضليه. كرياتين حلو، بروتين حلو، الامينو شبه البروتين بس متكسر شويه، ممكن تاخد حبتين مع كل وجبه فتحافظ على الامينو بروفايل في جسمك. دي الطريقه اللي بمشي بيها مع الكلاينتس بتاعتي. ما بزيدش يا كوتش، ما بزيدش. بتنام كام ساعه؟ ما بنامش غير 5-6 ساعات. حلو، يبقى انت لازم تنام ساعه في نص اليوم، لازم ناب. ايوه ناب تايم، عارف الاطفال ناب تايم، يلا حمزه ناب تايم، يبقى لازم يبقى عندك ناب تايم. لازم تنام ساعة في نص اليوم لو عدد ساعات نومك في اليوم زي سموي أقل من 6. أنا عمري ما نمت 6 ساعات، حتى بنام 5 وشوية، بقالي كتير ما شفتش رقم 6 ده عندي. فساعات مرتين ثلاثة في الأسبوع بحاول أخطف ساعة في نص اليوم كده، أفصل خالص أنام، ولما دي بتحصل بتبقى ساعتين مثلا. فالنوم مهم جدا، مساج مهم جدا، ديب تيشو مساج، حجامة كل فترة عشان تجدد دمك، تعمل خلايا دم جديدة، بالذات لو بتاخد هرمون مرة في السنة 6 شهور يبقى حلو. تمرينك نفسه من أوزان تقيلة لتكرار قليل، اعكس التيمبو، سلو نيجاتيف سلو بوزيتيف، ادي كل أسبوع حقه. بمعنى الأسبوع ده أنا هلعب تكرار عالي بس، الأسبوع اللي جاي هلعب تكرار واطي بس، الأسبوع اللي بعده سلو نيجاتيف، الأسبوع اللي بعده سلو بوزيتيف. لازم أفضل أصدم جسمي، أفضل أصدمه في كل حاجة. دي كانت حلقة إزاي نكسر حاجز ان انا مش قادر ازيد. في نقط كتيره، اوعى 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 عمرك ما تقول جربت كل حاجه، لان انت ما جربتش كل حاجه. في حاجات كتير جدا تتجرب، حتى الستيرويدز. انت ممكن اقول لك سايكل ثانيه عمرك ما خدتها قبل كده، بوم تتحول معاك. يعني مبدئيا مثلا الشعب المصري بيموت في البولدانون، ايكو بويز، انا ما بحبوش بكل بساطه. مصر كلها بتضرب بولدانون، يمكن العالم كله بيضرب، او العرب يعني، او ما اعرفش، مصر، خليني في مصر دلوقتي. بولدانون بعرف من التجار يعني بيقولوا لي اكتر حاجه بتتسحب من عندنا بولدانون، اللي هو ايكوا بويز. انا مش شايف ان هو دراج قوي ولا فعال زي ما انتم شايفينه. دراج هادي جدا، بيرفع كور الدم الحمراء، دي المميزه الوحيده فيه، بس كترها ممكن يجيب لك جلطه اصلا، ومش هيديك الباور وكذا، بس هيفتح الشهيه مثلا شويه. فبرضو على حسب بتدخل ايه مع ايه، فاهم؟ لو بتاخد بيلز حبوب ممكن تسد نفسك، فتاخدها امتى في الوقت الصحيح، فاهم قصدي؟ فما تقوليش جربت كل حاجه، انسى انسى، مستحيل. والله جالي كلاينتس لفوا على مدربين العالم كلهم وقولي بص جربت كل حاجه واتمرنت مع كل الناس، بقول له طب جاي لي ليه؟ قال لي ها على امل. فلو قعدت تدرس انت كنت بتعمل ايه، صدقني هنلاقي حاجه جديده ما عملتهاش، وصدقني هنوصل لطريقه. في ناس جات لي من ناس تانية معروفه وحكايه وروايه، وقال لي انا خدت ده بنفس الدوز. قلت له حلو، هديك ده بنفس الدوز بطريقه مختلفه وقول لي الفرق. ما فيش اسبوعين قال لي مصدوم، يعني قال لي انا قعدت مع المدرب التاني ده 6 شهور ما حصلش معايا كده. وده جي اتش مثلا، فاهم؟ فالدوز واخده امتى بتفرق جدا، فاهم؟ ممكن تبقى انت خدت نفس الدوز 6 شهور شفتش نتيجه، خدته باسلوبي بطريقتي شفت نتيجه. فمفيش حاجه اسمها خدت جي اتش ها اللي بعده، لا خدته غلط يا باشا. خدت تيست 1000 ملي جرام ايوه غلط، انا مش عايزك تاخد، عايزك تاخد 500 مع حاجه ثانيه. بروتين بتعاطى بروتين ايوه غلط، انا محتاجك تاكل اكل حقيقي، فاهم قصدي؟ فدايما في حاجه مختلفه نغيرها، ولو ما فيش كان الحياه بقت ممله جدا يعني. فهو حلو انه دايما في حاجه نغيرها ونجربها، لان احنا في الاول وفي الاخر دي هوايه. بحب الفتنس، بحب الرياضه، بحب البادي بيلدينج. كان معاكم سام سموي، حلقه الضخامه، كومنتس شوفوا محتاجين ايه، وكده امدد جنب سلطان وسلطانه. يلا سلطانه خلصت الحلقه خلاص، هنمشي باي، نروح باي، تعال.
تعال بدل ما ننزل اقعد انام فوقك دلوقتي.